تقدم معنا أن الأب لا يقتل بابنه، والسؤال إذا كان الأب شاذاً أو منحرفاً ويزني بابنته هل يقام عليه الحد؟ هذا عند القاضي، هذا يرفع أمره إلى القاضي، فإذا ثبت عليه ذلك فالقاضي يحكم عليه بموجب الشريعة، ولا يجوز لأحد أنه يقيم عليه الحد. أو هذا من صلاحيات الإمام ومرجعه إلى القضاء. نعم، هي الأمور فوضى. نعم.